بسم الله الرحمن الرحيم. فرنسية سنة ثالثة ابتدائي، نستأنف مع الصفحة رقم 97 97 إذن كالعادة عندنا إيفالياسيون إسوتيان، كما نقول تقييم ودعم، أبخي أما جوي. جوي تنعرفوا بأنه تعني لعبة أو يلهو، إذا نتكلم عن يلعب أو يلهو. أيضا ممكن أن تعني يتدخل، إذا لوغار جوي ممكن أن تعني هذه المعاني، وممكن أن تعني أن تجعل مثلا آلة تعمل، إذا نتكلم عن جوي يعني أنك تجعل آلة تشتغل. أحيانا نجد سجوي، أحيانا نجد سجوي، طبعا هي قليلة استعمال لكنها موجودة. سجوي كما نقول يتلاعب، نقول مثلا سجوي دلوى، سجوي دلوى سيطادير لزينيوري، المقصود بأنه يجهلها، المقصود به أنه يتجاهلها، المقصود هنا كما لو أنه يتلاعب بالقوانين. سجوي دلوى ممكن أننا نقول سجوي دو كيلكا، يعني أنه يتلاعب بشخص. سموكي دو لوي يعني أنه يستهزئ به، سموكي دو كيلكا أنه يستهزئ بشخص. إذن هذا المعنى ديال سجوي. إذن لبخومي باغاف كيسكونا أنا جو ديكوفر لنو ديفخوي، جو ديكوفر لنو ديفخوي، أنا أكتشف أسماء الفواكه، أنا أكتشف أسماء الفواكه. إذن جو ديكوفر سي لو فيرب ديكوفغيغ، هذا فعل اكتشف، ومنها لي ديكوفيرت الاكتشافات. جو ديكوفر لنا ديفخوي، انا اكتشف اسماء الفواكه. الوغ نو برونو لا بروميير ايماج، ناخذ الصوره الاولى. كيسكونا كيسكو سي، سي تان فخوي، اذا هي فاكهه، سي تان فخوي. طبعا للاشاره هنا فخوي ممكن ان تعني فاكهه كما عندنا هنا، وممكن ان تعني تمره او نتيجه مجهود أو نتيجة عمل معين. إذا نتكلم عن لفخوي، هذا لفخوي ممكن أن تعني التمرة أو النتيجة. نقول مثلا لو برومي فخوي دو لا ساجيس اي لو ترافاي، أول تمرة الحكمة. طبعا نتكلم عن لا ساجيس يعني الحكمة، ومنها نقول النوم ساج، النوم ساج رجل حكيم، النوم ساج رجل حكيم. إذن لا ساجيس المقصود بالحكمة. لو برومي فخوي دو لا ساجيس، أول تمرة، أول نتيجة دو لا ساجيس للحكمة، إي لو ترافاي هو العمل، هو العمل. نقول مثلا لي فخوي دو لا باسيون، لي فخوي دو لا باسيون. طبعا لا باسيون المقصود به هو الانفعال، أيضا تعني الشغف، أيضا تعني الشغف. نقول مثلا il a la passion de l'informatique، il a la passion de l'informatique، هو عنده شغف المعلوميات، هو عنده شغف المعلوميات، المقصود بانه شغوف بالمعلوميات، انه يحب المعلوميات كثيرا. اذا كما قلنا بان فخوي ممكن ان تعني فاكهه كما عندنا هنا، نقول مثلا لي فخو دو مار يعني فواكه البحر. نتكلم مثلا عن أنواع السمك المستخرجة من البحار، نتكلم عن لي فخوي دو مير، أيضا لي فخوي دو لا سيزون، لي فخوي دو لا سيزون. إذا نتكلم عن فواكه الفصل، فصل مثلا كفصل الصيف، نقول مثلا لي فخوي دو ليطي، لي فخوي دو ليطي. إذا فواكه الصيف، لي فخوي دو لا فوغي، لي فخوي دو لا فوغي. إذا فواكه الغابة، لي فخوي دو لا فوري، إذن فواكه الغابة. نتكلم مثلا عن لي فخو ساك، لي فخو ساك، إذن نتكلم عن فواكه الجافة، لي فخوي ساك. نقول عن شيء بأنه ساك يعني أنه جاف. إذن عموما نتكلم عن لي فخوي. إذن جو ديكوفر لي نون دي فخوي، جو ديكوفر لي نون دي فخوي، إذن أنا أكتشف أسماء الفواكه. إذن سي نو برونو لا بروميير إيماج، si nous prenons la première image, on pose la question qu'est-ce que c'est. Et dans notre sous-elle, ma hada, qu'est-ce que c'est.
Qu'est-ce que c'est? C'est un avocat. C'est un avocat. إذن هي تمرة الأفوكادو. إذن avocat المقصود بها fruit de l'avocatie. C'est le fruit de l'avocatie. هي تمرة الأفوكادو. En passant à la deuxième image, on pose la même question. إذن بمرورنا إلى الصورة الثانية نضع نفس السؤال. Qu'est-ce que c'est ما هذا؟ En passant à la deuxième image, on pose la même question. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un citron. إذن le citron المقصود به fruit du citronnier. إذن هو تمرة شجرة هاد الليمون تسمى citronnier fruit du citronnier. هو تمرة شجرة الليمون. Pour la troisième image, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une pastèque. C'est une pastèque. C'est une pastèque. نقول مثلا la pastèque est fraîche et sucrée. La pastèque est fraîche et sucrée. يعني أن البطيخ الأحمر est fraîche. أنه طازج يعني أنه جديد est sucré. وأنه حلو. نقول مثلا la pastèque est fraîche et sucrée. La pastèque est fraîche et sucrée. يعني أن البطيخ الأحمر هو طازج يعني جديد est sucré يعني به سكر المقصود أنه حلو. يعني به سكر المقصود أنه حلو. إذا نقول عنه فخاش اي سكري. لا باستيك اي فخاش اي سكري. إذا لا باستيك المقصود بالبطيخ الأحمر. سينو برونو لا كاتخيام إيماج. سينو برونو لا كاتخيام إيماج. إذا أخذنا الصورة الرابعة كو ريبريزونتيل. كو ريبريزونت لا كاتخيام إيماج. ماذا تمثل الصورة الرابعة؟ كو ريبريزونتيل. ماذا تمثل هي؟ المقصود ماذا تمثل؟ إذن la quatrième image représente un melon. La quatrième image représente un melon. إذن الصورة الرابعة تمثل شماما. Et enfin on a la cinquième image. Et enfin وفي النهاية on a la cinquième image. عندنا الصورة الخامسة. Que représente-t-elle? Que représente-t-elle? ماذا تمثل هي؟ Que représente la cinquième image? ماذا تمثل الصورة الخامسة؟ C'est une poire. C'est une poire. C'est une poire. C'est une poire. Poire المقصود بها إجاسة. Poire المقصود بها إجاسة. إذن شجرة الإجاسة تسمى poirier. شجرة الإجاسة تسمى poirier. Poire veut dire fruit du poirier. Poire veut dire fruit du poirier. الإجاسة هي ثمرة شجرة الإجاس التي تسمى poirier. Pour l'instant, nous passons au deuxième paragraphe. اللحظة نمر إلى الفقرة الثانية. Je donne le nom de chaque légume. Je donne le nom de chaque légume. إذن أنا أعطي اسم كل خضرة. Je donne le nom de chaque légume. La légume المقصود بها الخضرة. إذا نتكلم هنا عن خضر. إذا لي ليغيم المقصود بها الخضر. Je donne le nom de chaque légume. أنا أعطي c'est le verbe donner le nom يعني اسم. اسم ماذا؟ De chaque légume. لكل خضرة. De chaque légume. أحيانا نقول عن شخص مهم grosse légume. Grosse légume. Grosse légume. كمان نقول بأنه خضرة كبيرة جدا وسط الخضر الأخرى. وهذا الخضرة تكون مميزة عن بقية الخضر. إذا نتكلم عن شخصية مهمة إذا نصفها بأنها كمان نقول خضرة ضخمة. إذا نفس الشيء نشبه الشخص بهذا الخضر. إذا نقول grosse légume المقصود بها شخصية مهمة. نقول مثلا mieux valait ne pas offusquer cette grosse légume. إذا أردنا الترجمة الحرفية هنا سنقول بأنه كان من الأحسن عدم الإساءة لهذه الخضرة الكبيرة لهذه الخضرة الضخمة. إذا أردنا الترجمة الحرفية هنا سنفهم بأنه كان من الأحسن عدم الإساءة ne pas offusquer. طبعا offusquer المقصود بأنك تغضب شخصا وتسيء إليه. إذا نتكلم على الverb offusquer.
هنا نيو فالي طبعا عندنا لو فالوار نيو فالي عندنا لو فالوار من الاحسن كان من الاحسن طبعا تنشوفوا بان لو فالوار كان فلان بارفي عندنا لو فالوار فلان بارفي اذا نيو فالي كان من الاحسن نو با اوفيسكي عدم الاساءه ست غروس ليجيم هذه الخضره الضخمه المقصود هنا كان من الاحسن عدم الاساءه لهذه الشخصيه الكبيره ربما ان تمتلك وسائل فتنتقم مثلا اذا نعود الى الفقره الثانيه جادون لونو دو شاك ليجيم انا اعطي اسم كل خضره سي نو برونو لا بروميير ايماج كيسكو سي سي نو برونو لا بروميير ايماج كيسكو سي سيت ان بيان سور سيت ان شو سيت ان شو اذا كما نقول بانه ملفوف ابري اون لا دوزيام ايماج لا دوزيام ايماج كو ريبريزونتيل ابري اون لا دوزيام ايماج كو ريبريزونتيل اذا عندنا الصوره الثانيه ماذا تمثل كو ريبريزونت لا دوزيام ايماج الوغ لا دوزيام ايماج ريبريزونت دي كاروت لا دوزيام ايماج ريبريزونت دي كاروت اذا الصوره الثانيه تمثل جزرا En passant à la troisième image, que représente-t-elle? En passant à la troisième image, que représente-t-elle? Idan bimororina et la soratelita, madetumatil. Idan que représente la troisième image? Qu'est-ce que c'est? Mahada. Qu'est-ce que c'est? Bien sûr, c'est une salade. C'est une salade. C'est une salade. Idan hiya salata. Si nous prenons la quatrième image, si nous prenons la quatrième image, Que représente-t-elle? Que représente la quatrième image? Idem, madatumatil asura arabia. C'est une pomme de terre. C'est une pomme de terre. Ya patates. Aunaqul. C'est une patate. C'est une patate. Aunaqul. C'est une patate. Et enfin, on a la cinquième image. Et enfin, on a la cinquième image. وفي النهاية عندنا الصورة الخامسة كو ريبريزونتيل كو ريبريزونتيل سي لو بتي بوا سي لو بتي بوا سي لو بتي بوا اذا هو جيلبان اذا هو جيلبان اذا نقول بتي بوا او نقول بوا طبعا كلمة بواشيش تعني الحمص بواشيش تعني الحمص اذا نقول هنا بتي بوا او نقول لو بوا اذا المقصود به الجيلبان نو باسون Au troisième paragraphe, nous passons au troisième paragraphe. Je donne le nom de chaque animal. Je donne le nom de chaque animal. Voilà, on a des animaux. On va donner pour chaque animal un nom. Nous allons donner à chaque animal son nom. Et dans sa mort, les coulis hayawan, ismao. Si nous prenons la première image, que représente-t-elle? Quel animal représente La première image. إذن أي حيوان تمثل الصورة الأولى؟ أي حيوان تمثل الصورة الأولى؟ Quel animal représente la première image? Bien sûr, c'est un chat. C'est un chat. Si nous prenons la deuxième image, quel animal représente-t-elle? إذن إذا أخذنا الصورة الثانية، أي حيوان تمثل؟ Si nous prenons la deuxième image, quel animal représente-t-elle? Si nous prenons la deuxième image, quel animal représente-t-elle? Idem, إذا أخذنا الصورة الثانية, أي حيوان تمثل? Elle représente, à la réponse, la deuxième image représente une poule. La deuxième image représente une poule. Idem, la الصورة الثانية تمثل دجاجة. Nous passons à la troisième image. Quel animal représente-t-elle? Nous passons à la troisième image. Quel animal représente-t-elle? نمر إلى الصورة الثالثة أي حيوان تمثل؟ Quel animal représente la troisième image؟ أي حيوان تمثل الصورة الثالثة؟ إذن la troisième image la troisième image représente une tortue la troisième image représente une tortue إذن الصورة الثالثة تمثل سلحفاة Nous passons à la quatrième image Nous passons à la quatrième image. Que représente-t-elle? As-sura rabi'a, mada tumathil? As-sura rabi'a, mada tumathil? Que représente
La quatrième image. إذن ماذا تمثل الصورة الرابعة؟ Bien sûr, la quatrième image. La quatrième image représente des oiseaux. Représente des oiseaux. إذن la quatrième image représente des oiseaux. إذن الصورة الرابعة تمثل طيورا. تمثل طيورا. Et enfin, on a la cinquième image. وفي النهاية عندنا الصورة الخامسة. إذن quel est le nom de cet animal? Quel est le nom de cet animal? ما هو اسم هذا الحيوان? Quel est le nom de cet animal? ما هو اسم هذا الحيوان? C'est un lapin. C'est un lapin. C'est le lapin. إنه الأرنب. Nous passons au quatrième paragraphe. نمر إلى الفقرة الرابعة. Nous passons au quatrième paragraphe. نمر إلى الفقرة الرابعة. Je forme des phrases et je lis. Je forme, c'est le verbe former. يعني شكل. Je forme, يعني أنا أشكل. Je forme, أنا أشكل. إذن c'est le verbe former. هذا فعل شكل. ومن كلمة la forme. يعني الشكل. إذن je forme des phrases. أنا أشكل جملا et je lis. ثم أنا أقرأ. Comme nous le voyons, on a des phrases. كمان واحد عندنا جمل. On a des phrases coupées. إذن عندنا جمل مقسمة. On a des phrases coupées en deux. إذن كمان واحد عندنا جمل مقسمة إلى اثنين. On a les débuts et les fins. إذن عندنا البدايات ثم عندنا النهايات. Qu'est-ce qu'on va faire? ماذا سنفعل؟ Bien sûr, on va associer les débuts avec les fins pour former des phrases. إذن سنجمع بين البدايات والنهايات لنحصل على جمل. Si nous prenons le premier début de phrase. Le premier début de phrase. إذا أخذنا أول بداية لجملة. إذا أخذنا أول بداية جملة on a le chat a. Le chat a. طبعا a c'est le verbe avoir. A c'est le verbe avoir. هنا عندنا حالتين. هنا عندنا حالتين. يا إما أن هاد فعل avoir تنقولو j'ai, tu as, il a. Il a. إذن le chat a. Le verbe avoir تتصرف بالطريقة في البخيزون. نقول j'ai, tu as, il a. Nous avons, vous avez, ils ont. إذا نأخذ الحالة ديال أ اللي تتكون مع إيل أو نذكر اسم كما عندنا هنا عندنا لو شا أو نقول أحمد أو نقول ما شئنا إذا لو شا أ طبعا هاد أ أو أفواغ بصفة عامة عندما أقول أفواغ كل هاد الصرف اللي تيجي من بعد الضمائر نقول جاي إذا عندنا أ إي هادي أفواغ عندما أقول تيا هادي أفواغ عندما أقول إيل أ هادي أ أفواغ عندما أقول نوزافا هادي أفواغ هادي أفواغ عندما أقول فوزاري هادي أفي هادي أفواغ طبعا مع فو ثم عندنا إيلزون إذن هادي أون هادي أفواغ صرف أفواغ مع إيل أفيك أس نأخذ الحالة التي عندنا هنا اللي هي لو شا أ طبعا هناك حالتين يا إما أنه سيتبعها اسم وفي هذه الحالة سيفيد أفواغ الملكية إذن في هذه الحالة إذا كان بعد هاد أفواغ اسم إذن سيفيد الملكية لكن إذا تابعه فعل فهنا المقصود بأن القط فعل شيئا مثلا لو شا أمونجي إذن القط فعل في الماضي أكلا المقصود أنه أكل لو شا أمارشي إذن القط تمشى إذن هو فعل شيئا علاش؟ لماذا؟ لأن هذا أفواه جاء بعده فعل نعود الحالة التي عندنا هنا إذن هنا طبعا سنرى ماذا سيأتي بعد هاد أفواغ إذن هل يمكن أن نقول مثلا لو شا أ دو غون زوغاي لو شا أ دو غون زوغاي إذن القط عنده أذنان طويلتان أو كبيرتان كما عندنا هنا لو شا أ دو غون زوغاي هل يمكن أن نقول هذا هل القط عنده أذنان كبيرتان طبعا فقط من حيث المعنى هذا غير صحيح أما من حيث الجملة فهذا صحيح إذا ممكن أننا نقول هذا ممكن أننا نجد مثلا قطا ربما نجد قطا له أذنان كبيرة فنقول لو شا أدو غون زوغاي لكن طبعا كما نعلم بأن القط له أذنان صغيرتان إذا من حيث المعنى هذا لا يجوز إذا ماذا نقول لو شا أدي مستاش القط عنده شوارب إذا هذا صحيح نجرب النصف الثاني الأخير إن كاراباس هل يمكن أن نقول مثلا لو شا أ إن كاراباس لو شا أ إن كاراباس لو شا
اون كاراباس. طبعا كاراباس المقصود به هي القوقعة أو ذلك الدرع الذي تلبسه السلحفاة، إذن يسمى كاراباس. طبعا هذا غير صحيح. الملاحظ هنا بأن في هاد نهاية الجمل عندنا أسماء، عندنا أسماء. نقول مثلا لوشا أدو غونزوغاي، لوشا أدو مستاش، أو نقول لوشا أون كاراباس. نقول مثلا لوشا أدو غونزوغاي، يعني أن القط عنده أذنان طويلتان أو كبيرتان. نقول مثلا لوشا أدو مستاش، يعني أن القط عنده شوارب. أو نقول مثلا لوشا أون كاراباس، يعني أن القط عنده قوقعة، يعني أن القط عنده قوقعة. لوشا أون كاراباس. طبعا كما تلاحظوا بأن أفواه في هذه الحالة يفيد الملكية، لأن الذي جاء بعده أسماء، إذن طبعا سيفيد الملكية. نعود الآن إلى المعنى الصحيح. من هو الصحيح؟ لوشا أ. ألوغ كيس كون فاميتخ بو لا بخوميييغ فخاز. إذن ماذا سنضع بالنسبة للجملة الأولى؟ لوشا أ إيس كون فاميتخ دو غرونز أوراي أو بيان أون كاراباس. بيان سور أون فاميتخ لوشا أ دي مستاش، لوشا أ دي مستاش. إذن سنضع القط عنده شوارب. Si nous prenons le deuxième début de phrase. Si nous prenons le deuxième début de phrase. إذا مررنا إلى البداية الثانية للجملة. La tortue a. Qu'est-ce qu'on va mettre? Est-ce qu'on va mettre? La tortue a de grandes oreilles. Est-ce que la tortue d'abord a des oreilles? هل السلحفاة قبل هذا عندها أذنان؟ Bien sûr, on ne va pas mettre. La tortue a de grandes oreilles. Qu'est-ce qu'on va mettre? La tortue a des moustaches. لا تورتي هادي مستاش. هل سنضع السلحفاة عندها شوارب؟ سي سيغ كون فاميتخ لا تورتي أون كاراباس. إذن أكيد سنضع السلحفاة عندها قوقعة أو عندها هذا الدرع. أون فاميتخ لا تورتي أون كاراباس. إذن لا تورتي أون كاراباس. إي أونفا سي نو بخونو لو تخوازيام ديبي دو فخاز. وفي النهاية إذا أخذنا البداية الثالثة للجملة، إذن ماذا سنقول؟ Le lapin a, le lapin a. Qu'est-ce qu'on va mettre? Est-ce qu'on va mettre le lapin a de grandes oreilles? Ou bien le lapin a des moustaches? Ou bien le lapin a une carapace? Est-ce qu'on va mettre le lapin a de grandes oreilles? Ou bien le lapin a des moustaches? Ou bien le lapin a une carapace? Ou bien le lapin a une carapace? Bien sûr, on va mettre le lapin a de grandes oreilles. Le lapin a de grandes oreilles. نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.